مصر بتواصل جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والطبية عبر معبر رفح إلى أهالينا في قطاع غزة. الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني بيقوموا باستقبال وتجهيز هذه المساعدات ونقلها تباعا عبر معبر رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني. خلينا نشوف هذا التقرير عن جهود مصر في إدخال المساعدات. يواصل الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني المهام الإنسانية في استقبال وتجهيز المساعدات لأهل غزة ونقلها تباعاً عبر معبر رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني. ووفقاً لتصريحات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فإن إجمالي ما استقبلته محافظة شمال سيناء من مساعدات لغزة منذ اندلاع الحرب 280 شاحنة أرسلت بها 20 مؤسسة أهلية محملة بنحو 4000 طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، وهي مساعدات قادمة من مصر، بينما استقبل مطار العريش 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية. وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن التنسيق لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأضاف أنه يتم إدخال المساعدات إلى القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يقوم بتحديد الاحتياجات التي سيتم إدخالها سواء الطبية أو الإنسانية أو الأغذية. كما أكد على قيام الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بجهود كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة وتخزينها وتحميلها على الشاحنات وتوفير الوجبات للفلسطينيين المتواجدين بالعريش والذين حالت الظروف دون عودتهم إلى غزة والسائقين المتطوعين. ولفت المحافظ إلى تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في 7 مخازن مؤمنة وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلى معبر رفح البري، لافتاً إلى تخزين الأدوية التي تحتاج إلى التبريد أو التجميد والتي وصلت على متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكداً على وجود عدة أماكن لتخزين تلك الأدوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات. ويتواصل تدفق المساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمساعدته في التغلب على أثار ووقع العدوان الإسرائيلي، وأصبح الطريق الرابط بين مدينة العريش ومعبر رفح بشمال سيناء مسار حركة نقل المساعدات والتي لا تتوقف عبره، وينقلها الهلال الأحمر على شاحنات من مخازن خصصت لاستقبال مواد الإغاثة الدولية المنقولة جواً عبر مطار العريش من الدول ومنظمات الإغاثة الدولية، فضلاً عن الشاحنات التي يتواصل وصولها من محافظات مصر مقدمة من المجتمع المدني وتصل براً لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح. وتعمل التحركات المصرية على كافة المستويات الإقليمية والعالمية بهدف احتواء الموقف الذي يشهده قطاع غزة، مع تكثيف إرسال قوافل من المساعدات إلى سكان القطاع الذين يعانون جراء القصف المتواتر وتسهيل وصول مساعدات الدول الأخرى.